تعرف كمية نسوان وحريم وياما ياما من كل لون. انت متأكد؟ اه متأكد طبعا. تحب نعمل فيه ايه؟ وانت ايه اللي مخليك متأكد ان يوسف ابنك؟ اول ما انا ظهرت ونمت معاها فجأة جابت يوسف، وبدل ما يبقى عندي 2 متهمين بالقتل هيبقى 3. خلصي وانجزي. متهمين مين دول؟ مدام ميرا، لو حضرتك ما جيتيش انا هاجي. حضرتك متهمة بقتل سمير. انت في حاجة بينك وبين ابراهيم؟ جوزي. يا رفنتي انا رايحة الحمام. عيب اللي بتعمليه ده يا ميرا، احنا المفروض هنعيش مع بعض، يعني ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. وبعدين ما تقارنيش نفسك بيا، انت القديمه وانا الجديده. البقاء لله، الولد توفى من 10 دقايق. الله يرحمه، الولد ده مرزق في حياته وفي مماته. خلصي وهاتيه وتعالي. لا لا الولد تمام زي الفل. خلاص انا نازل حالا. مسافة السكه. جهز انت بس فلوسك. ها اوكي يلا باي باي. لولو يلا بقى انت اتكلي على الله، هكلمك بكره عشان تاخدي بيت حسابك. ممكن تفهمني هتعمل ايه في عبد الرحمن؟ هنبيعه. هتبيعه ازاي؟ ده ميت. عشان ميت فلوسه اكتر. وانت بتتاجر في الاعضاء؟ بيزنس يا روحي زي اي بيزنس. ايوه بس ده حرام. حرام؟ اللي هي تجاره الادويه حرام؟ ما هو دواء زي اي دواء بس تمنه غالي شويه. انا مش موافقه. حرام يعني عبد الرحمن يجي الدنيا يتمرمط ولما يموت برضه يتقطع ويتمرمط. في مثل بيقول الحي ابقى من الميت. ناخد احنا الواد نستفيد بقرشين وعيل تاني يعيش بسببه، ولا يديك اللي محدش حاسس بيه اقليها. وبعدين يا روحي افتكري ربنا، افتكري ان ربنا هيبقى معانا. اب وام زعلانين على طفلهم بيموت قدامهم، مش محتاج كلى كبد قلب، والحل في ايدينا. لولو الموضوع مش موضوع فلوس بتاخديها انت وانا. صدقين ربنا. انت ايه اللي جايبك وعايز ايه؟ عايز كتير. اولا عايز حق دراعي اللي اتكسر، اللي اخوكي واصحابه كسروهولي. ثانيا عايز حق منك كزوجه، مش المفروض ان بينا ورقتين عرفي ولا ايه يا اموره؟ فانا بقى عايز منك كتير، دخليني بقى عشان ننهي ام الحوار ده. ما انتش معدت بالبيت ده تاني يا علاء، ماشي؟ وبلاش بقى شغل اللوع والتلات ورقات ده عشان ما بيدخلش عليا، وان كان على الفلوس خلاص بح، كان فيه وخلص. اللي انت خدته مني السنين اللي فاتت يعوضك عن دراعك اللي انت بتتهم فيه اخويا ده. لا والله بتهمه. ما قالكيش حيلة امه بقى ان هو جاب شوية عيال قلاديش سيس وجم ضربوني وكتروا عليا، وانا عشان ذوق جاي احلها ودي. بس شكلك كده عايزه تكبريها. لا انا عايزه اكبره بقى يا علاء، وكلمه كمان، هندهلك الامن يجوا يرموك بره، والمره الجايه هوصي يا اخويا بدل دراعك بس يبقى دراعك ورقبتك كمان. سلام بقى يا خفيف. خلينا نلم الموضوع يا رحمه. قاعده وفي لك اركب. ده مجنون. انا ماليش اي دعوه باستنتاجاته ولا بالكلام العبيط اللي هو بيقوله ده. كان في بينكم علاقه ولا لا؟ ولا لا؟ ايوه حصلت مره واحده بس، كنا شاربين غلط. يعني كلامه منطقي. لا طبعا يوسف ابن سيف وكريم عايز يخرب علي حياتي. ما صدق انه لقى موضوع سمير ده، قال لي ربط كل حاجه على بعض وينتقم. والله العظيم ما كنت عارف ان هو عمل حادثه غير منك انت دلوقتي. ماشي بلاش كريم، عملت ايه لما سمير هددك؟ سمير دايما كان بيطلب مني فلوس، وانا اتخانقت معاه كذا مره من تحت راس الموضوع ده. طبعا في الاخر كنت بضطر ان انا ادفع، مكانش عندي اي حل تاني. لا كان في انك تقتليه وتخلصي منه. لا طبعا انا لا يمكن اقتل. ليه؟
واحد بيهددك وهيخرب لك حياتك لو قال لجوزك حاجه زي دي. مفيش فرصه احسن من انك تقتليه في مكان بعيد عنك تماما، محدش هيشك فيكي. وانا يعني لما اقتله حياتي مش هتبقى متهدده ولا هتتدمر؟ بعدين عايزه اقول لك على حاجه، حتى لو كان سمير قال لسيف الكلام ده ما كانش هيصدقه اصلا. ليه؟ وانتوا ما بيفرقش معاكم الحاجات دي؟ لا، عشان في الوقت ده انا وسيف كنا بنحب بعض فعلا. وبعدين؟ بعدين زي اي اتنين متجوزين، الحياة بعد كده بتبقى فيها زهق وملل. معلش يا مدام ميرا، انت يمكن تشوفي السؤال ده بره الموضوع، بس لو انت بتحبيه خنتيه ليه؟ متجوزاه غصب عنك وحبيتيه بعد كده ولا ايه؟ بالعكس، انا اللي اخترته. انا وسيف من اول ما تقابلنا تعلقنا ببعض زي ما بيقولوا كده، حب من اول نظره، حتى ما حصل موضوع كريم حسيت بالذنب من ناحيه سيف، ما عرفتش اعترف له يمكن يسامحني، ولا عرفت اتطلق وفضلت عايشه زي ما انا بحاول ابعد عنه على قد ما اقدر. وعلاقتك مع كريم استمرت بعد كده؟ لا والله، مره واحده بس. طب وايه اللي مخليه متاكد ان يوسف ابنه؟ قلت لك انه مجنون. ماشي، غير انه مجنون. انا وقتها كمان كان عندي مشاكل في الحمل، وهو عارف ان انا كنت بتعالج، والحمد لله اتعالجت وجبت يوسف من سيف. طبعا مين قال انه ابن سيف؟ هو ممكن يطلع ابن كريم. لا، يوسف ابن سيف. معلش سوري، يعني مش هو ده الموضوع اللي حضرتك جايبني عشان اتكلم فيه اصلا. هو حضرتك عندك اي دليل ان انا اللي قتلت سمير، ولا بتصدق كلام المجنون ده؟ ما هو كلام المجنون ده واضح انه صح. ما يمكن عايز يصالحك ومش عارف. بلاش يصالحني بلا نيله، ده غلط علاء، ده مش عيدها تاني. براحتك، بس نصيحة مني، ما تخليش الدنيا تاخدك وتنسي نفسك. لازم يا حبيبتي تعملي لك عيلة. انت ما تعرفيش رجوع شهاب لحياتي عمل فيها ايه يا حبيبي يا ابني. بس على فكرة اللي اسمه علاء ده زي مراد بالظبط، بيفكرني بيه. كويس يا بنت ان انت هتسيبيه. بس ما تشيليش هم، انا في التصوير في الخباثة كده هدورلك على واحد احسن منه، ولو جه هنا تاني انا اللي هطرده بنفسي. لا ما تقلقيش عليا، هدير على دماغه. امال شايف فين؟ انا مش شايفاه. مش عارفه، جه من شويه كده وقعد يشتغل حاجات على الكمبيوتر ودخل نام. يشتغل؟ يشتغل او يلعب حاجه كده، مش عارفه كان بيعمل ايه. طب بقولك ايه، بكره لما تشوفيه لو كنت انا نايمه او نزلت قولي له ان احنا هنتغدى مع بعض مع هشام، واعملي لنا غدا حلو بقى. وانا من امتى بعمل غدا وحش؟ لا بلاش الغدا الحلو اللي انت بتعمليه، اعملي غدا غيره عشان خاطري. ماشي. وبطلي ازقزه بقى هتتخني. بقول لحضرتك ايه، لو هنفضل نلف وندور ونعيد ونزيد في الحوار ده، يا ريت تقولي بقى علشان اكلم معاكي فاكلم اي حد. ايه او سيف، طب اعمل ايه لحضرتك علشان تصدق ان كل الكلام ده كذب؟ تحليل دي ان ايه. طب وده ماله ومال قتل سمير؟ كله منفذ على بعضه. اوكي حاضر، انا هروح اعمل الدي ان ايه، اعرف معمل. لا 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 لا، انا اللي هقول هنروح فين، وانا اللي هاخد عينه من كريم وهاجي معاكي انت ويوسف. طب ممكن تقولي انا ايه اللي يضطرني ان انا اعمل كده وانت ما عندكش اي دليل ضدي؟ عشان لو ما عملتيش كده
يبقى بلاغ كريم ضدك همشي في اجراءاته الطبيعيه، وبدل ما يبقى عندك قضيه واحده هيبقى عندك ثلاثه: قضيه حادثه كريم، تزوير نسب، وقتل سمير. بس لو مشيناها بشكل ودي هقف جنبك ومش هقول لسيف اي حاجه. اوكي، وتضمن لي انك تبعد كريم عني انا وابني؟ همضيه على كده، ولو قرب لك هقبض عليه. اوكي. استاذ عاكف. عاكف ايه؟ ايه يا عبد الوهاب؟ كنت لا مؤاخذه يعني طالب من حضرتك حاجه كده يعني. خير؟ حضرتك عارف ان حسام بيه استدعى عادل للمره الثانيه عشان يحقق معاه في قضيه سمير. لا الحقيقه انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده خالص. هو مسك عليه دليل ولا حاجه؟ باين. مش عارف. طب هو عادل فين دلوقتي؟ زمان على وصول. يا عبد الوهاب مش يمكن يكون بعت له في تحقيق عادي؟ ما اظنش يا باشا، لو حضرتك عايز تطمن عليه بنفسك كلم له حد من الكبار ويبقى معروف، هيفضل طول العمر حافظينه لحضرتك. لو ابني ما دام ما قبضوش عليه ممكن يكون هيسأله سؤالين ويروح. يا عاكف بيه خليك جنبه هتحميه. الحقيقه يا عبد الوهاب مش عارف اقول لك ايه، الموضوع ده انا ما اقدرش اعمل فيه حاجه، بس لو جد في الامور امور ابقى قول لي وانا هحاول اتصرف. يلا سلام. ماشي يا عاكف بيه، متشكرين. كنت فين يا ولاء؟ انت نمتي بدري ولا ايه؟ لا انا بس كان ورايا مشوار امبارح، خلصت وجيت على طول. حقك عليا. بصي احنا نفطر ونروح نطمن على عبد الرحمن، مننا نغير جو ومننا نطمن عليه. عارفه انا ما شفتوش من يوم وديناه المستشفى. طب بس افطري انت الاول. انت قلتي لاهله انه تعبان؟ لا. أحسن برضو عشان ما يقلقوش عليه، هما يومين تلاتة وهيبقى زي الفل. عارفة أنت لو كنت هنا ما كناش ودينا المستشفى، بس كنا هنعمل إيه لوحدنا؟ ما حدش كان هيعرف يقعد بيه. بص يا ولاء، أنا عندي مبلغ كده عايز أحطه باسمه في البوسطة. ماما ناهد، عبد الرحمن اتوفى امبارح. صباح الخير. صباح النور. انا كنت كلمت وحجزت باسم ايمان عبد الرحمن. ثانيه واحده. مظبوط، بس انت اول مره تشرفينا مش كده؟ وان شاء الله مش هتكون اخر مره. هو اول بيبي؟ ربنا يبارك لك فيه. الهوا انت في الكام بقى؟ انا في التاني. ده انت على كده لسه قدامك شويه معانا. اتفضلي استريحي، قدامك بس اتنين: مدام سحر ومدام هاني. صباح الخير يا امينه والنبي، اعملي لي فنجان قهوه كويسه. حاضر. تعالى يا ابراهيم، عايزاك. ايه يا امينه في ايه؟ انت قلت لابوك وامك انك اتجوزت يسرى؟ انت عرفتي؟ بس خلاص وقفي المرستان ده، اديني جيت اهو. ولو اني زعلانه. معلش يا فوفا، خليكي انت الكبير وخلي قلبك كبير. ده انت حتى ما سالتيش عليا من ساعه ما رجعت من السفر. سفر انت هتعمليهم عليا؟ لا سافرتي وانا عارفه انك ما سافرتيش، بس انا لسه زعلانه منك عشان يوم ما كلمتك ان انا مخنوقه قلتي لي الكلام اللي قلتيه ده بالانجليزي. معلش يا فوفا، ام فيري سوري، بس انا واقعه في مصيبه كبيره ومش عارفه احلها. ربنا ما يجيب مصايب. في ايه؟ سيف اتجوز عليا. ينيلوا الراجل.
مش بس كده يا ستي، ده كمان عايز يعمل تحليل دي ان ايه ليوسف. لا ما انا مش فاهمه اللي بتقوليه ده، فهميني وانا اشوف هنعمل ايه. تحليل اثبات نسب، شوف يوسف ابنه ولا لا. هي حصلت الاعراض؟ روحي العاكف وهو يبهدلهولك. اف انا مش عايزه ادخل معاه في مشاكل وقواضي، انا بس نفسي ارد له القلم اللي هو ادهولي. يعني عايزه تعملي ايه؟ عايزه اغير نتيجه التحليل. ازاي؟ تبقى النتيجه ان يوسف مش ابنه. لا 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 لا، عمر ده ما يحصل. ايه اللي بتقوليه ده؟ دي تضيع فيها رقاب؟ لا ده انت كده بتحرقي نفسك. اسمعي بس يا فوفا، انا عارفه انا بعمل ايه. سيف مش هيتعدل الا كده. انا هبقول له الحقيقه بعدين بعد ما يفوق، بس مفيش حد غيرك هيساعدني ان انا اغير النتيجه دي. اساعدك على ايه؟ على حاجه مش موافقه عليها؟ الكلام ده ما ينفعش، اللي بتقولي ده غلط، انت اللي هتضيعي فيه. لا انا فعلا خايفه اضيع. بت انت مخبيه عليا حاجه، قولي ايه الحكايه؟ وقلت لها ايه؟ قلت لها مهد لهم. بس انت يعني ازاي يعني تقولي لها وما تعرفينيش؟ انا مش فاهم. بقولك ايه، الظاهر في حد كده شافنا وراح قال لها، فليه الدماغ عماله تودي وتجيب؟ فقلت اقول لها بقى عشان نخلص. طب مش تقولي لي يعني، ولا يعني عايزاني اتاخد على غفله كده؟ اللي حصل بقى يا ابراهيم، انا كنت هعمل ايه يعني؟ لا ما تعمليش، بس اوعي تفتكري انك بتلوي دراعي ولا حاجه. حلو دراعك ليه يا حسره؟ وانا كنت مضيتك على العقد غصب عنك ولا ايه يا ابراهيم؟ ما تفوق لنفسك كده. اصلا بس يعني ايه، مش داخله دماغي. تقولي لي عايزين نعرف الكل وبعديها بيومين امك تعرف بالصدفه؟ شكلها كده يعني مطبوخه. هنطبخها على ايه يا اخوي؟ لا تكونش فاكر نفسك النيقه ولا فاكر نفسك الامل اللي انا هبقى بقطع نفسي كده عشان الناس كلها تعرف ان انا متجوزاه. جرى يا ابراهيم، انا قلتها لك قبل كده يا ابن الحلال، يتعرف الناس كلها ان احنا متجوزين يا كل واحد مننا يروح في طريقه، وده اخر كلام عندي. خلي بالك من نفسك يا امور. انا نيقه على فكره. ها انا نيقه. خلصتي؟ هتساعديني؟ بصي انت بتكذبي، وانت عارفه ان انا بلقط اللي بيكذب كويس. قولي لي الحقيقه بالظبط عشان نعرف هنعمل ايه. طيب خلاص بالهداوه بقى كده، واحده واحده، واحكي لي. حسام كان بيحقق معايا، اتهمني ان انا اللي قتلت سمير. مش بس كده، كمان عايزني اعمل تحليل دي ان ايه عشان في راجل بيقول ان هو ابو يوسف. وانا لو النتيجه دي طلعت صح هروح في 60 داهية. يخيبك صح ازاي؟ هو يوسف مش ابن سيف؟ طب احكي. مفيش حكايه يا فوفا، انا غلطت مره زمان وحملت. سيف اصلا ما بيخلفش. الراجل ده رجع دلوقتي وعايز يثبت ان يوسف ابنه، وقال الكلام ده في محضر رسمي. مش عارفه اعمل ايه. ايه علاقه الراجل ده بقى بقتل سمير؟ هبقى اقول لك بعدين، بس هتساعديني صح؟ اساعدك ازاي؟ قولي لي اعمل ايه؟ انت مش كان ليكي واحده صاحبتك قلتي لي ان هي مرات دكتور مهم جدا؟ اه ابتسام. ايوه مرات الدكتور عادل معوض. دي ما بترفضليش طلب، عايزه منها ايه؟ انا عايزاكي تكلميها تكلم جوزها. المعمل اللي حسام اخدني عنده عايزاهم يغيروا النتيجه هناك. بصي احكي لي الحكايه بالظبط وفهميني عشان نشوف حلول. افرضي ابتسام ما عرفتش ولا ما قدرتش، يبقى قدامنا حل تاني، يبقى نتصرف.
انا خلاص مخي هيفرقع، مش لاقي اي حل. فكر انت عندك حل. وانت ناوي على ايه يا شهاب؟ تفكر في شغل ولا عايز تكمل دراستك؟ ماشي، انا الاول بس بخلص شويه ورق ليا، يعني الباسبور والبطاقه عشان هسافر اخلص شويه مشاكل كانت عند بابا، ولما ارجع يعني هشوف انا هعمل ايه. تسافر؟ انت ما قلتليش الموضوع ده قبل كده. عشان انا لازم اسافر، بابا ليه فلوس كتير قوي بره وانا لازم اروح اجيبها عشان اخلص من كل المشاكل اللي كنا فيها. انت بتكذب علي، انت هتسافر ومش هترجع. فيها فريدة، الراجل بيقولك هيرجع. بعدين انا ايه اللي هيخليني مش هرجع؟ ها؟ انا اصلا ما صدقت ان انا لقيتك. طب وهتسيبني ليه؟ عشان انا لازم اسافر عشان اخلص كل المشاكل اللي كانت موجودة من زمان. انا عايز ابدا من جديد، صدقيني ده احسن لنا كلنا. على العموم الموضوع ده سابق الاول، على ما يخلص ورقه يبقى حلال حلال يا فريده. في ايه؟ انا عموما ابتديت اخلص شويه حاجات في الورق، ربنا يسهل. عموما يا ستي لما يجي مسافر انا ما عنديش مانع ان انت تسافري معاه، ولو انك هتوحشيني. اتفضلوا. ايوه. اي يس جي يس اي. السلام عليكم. باي باي. ده في مناحة من المغرب من ساعة ما قالها انه يسافر. ليها حق بصراحة، ما هو ممكن الواد يسافر وما يرجعش. لا ما اظنش، هو متعلق بيها قوي. سيبكوا بقى من فريدة وابنها واسمعوا اللي عندي. حسام بيه شاكك ان ميرا هي اللي قتلت سمير. ايه؟ ميرا؟ مين اللي قالك؟ هو كلمني امبارح وسألني عنها، بيقول بيكلمها ما بتردش عليه، مش عارف يوصل لها خالص. في نص المكالمة كده قال لي ان في اتنين مشتبه فيهم. مين معرفش، بس اكيد ميرا واحده منهم مادام بيدور عليها قوي كده. وخصوصا يعني لما قلت له انها رجعت نزلت تاني على طول، اكيد كلمها وراحت له. ومال ميرا ومال سمير؟ بقول لك ايه، انت ما قفشتيش عليها اي حاجه كده ولا كده؟ لا خالص. ادعبسي وراها يمكن تلاقي حاجه. بقول لك ايه، احنا ممكن نيجي ندور معاكي في البيت يمكن نلاقي اي حاجه. لا 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 بلاش، البيت اصلا قايد حريقه. اصبروا انتوا، انا هدور لو لقيت حاجه هبقول لكم. ماشي. أنا؟ آه. خلود؟ نعم. بقولك إيه، أنا ماليش في الستات، ليه في الرجالة بس، وكمان مش فاضية النهاردة، عندي أوردر. يا بنت مش أنت اللي أصلا بعتك؟ يو؟ مش تقولي كده من الصبح يا أختي. استني أفتح لك اللوك. وقافلة ليه يا أختي على نفسك؟ معلش يا أختي، ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة، وبتعاكس من النسوان اكتر من الرجاله. طب اسكتي بقى وبطلي رغي. بص شايفه الكاميرا دي؟ اه. هتحطيها في شنطتك، هاتي شنطتك حطيها فيها. حاضر. واظبطيها بقى كده. بصي والزرار ده هو ده اللي بيشغلها. اه. اوعي تنسي تدوسي عليه. ها؟ لا مش هنسى. ماشي. والدواء ده تديله منه حبيتين، حبيتين بس ولا اكتر ولا اقل، لحسن ينام منك يا اما هيكون فايق. ماشي؟ حبيتين وادوس على الزرار ده بس. ماشي. راجعي بقى كل اللي انا قلته لك. ما خلاص يا اختي فهمت، هي شغلانه. ما جايب نصر يعني هتكونها عامله ازاي؟ معاكي السيجاره؟ مع
معلش جبتك، مرضتش اقولك في التليفون. That's not the issue. المهم عملت ايه مع صاحبتي؟ منفعش منفعش خالص، ده انا حتى اتحايل عليها واتصعبن لها، ما قلتلهاش الحقيقة، قلتلها دي حادثة اغتصاب وهي عايزة تعرف ابن جوزها ولا ابن مين. منفعش، جوزها مرضيش، قال ما اقدرش اقول للمعمل التاني يغير النتائج، سمعتي وشكلي في السوق وكده. دي مصيبة يا فوفا، انت لسه جاية تقوليلي دلوقتي؟ ما تخافيش انا عندي الحل. بس انت هادي يا عموري، يعني القصص اللي بتحكي لي عن النسوان دي خريبة انت. يا لهوي يما، ايه البنت الفرتيكة دي؟ يا عم دي بيئة بس صاروخ بنت اللعيبة. بنت ايه اما لو كنت جبت البنت فاتن ملقاط يا ابن الهبلة. ايه؟ لا يا بنت ايه؟ بقول لك ايه؟ تيجي ندخل لبعض انا وانت نشوف يعني مين يقدر معاها؟ يا عم بلاش، هترجع تخسر في الاخر وهتفضل تعيط وبتاع. ليه يا عم اعيط ليه يا عم؟ وانا عيل كورك انت مستهون بيا، وبعدين ده رهان مكسب وخساره، واللي يكسب يبقى الخسران حد يدفع للتاني يعني. وانا موافق. ماشي. طب احنا مين اللي هيدخل عليا الاول، انا ولا انت؟ لا خش انت الاول. ماشي، الحاجات الجنب دي من تيجي لي انا. يلا ما تضحكيش. ما تضحكيش يا بنت كشري، ازاي؟ حلوة. انت جيت لي، انت مش قلت هو اللي هيجي الاول؟ ايه بلحب احور عليه، انا قلت كده يعني اراهنه فجيلي كان يمكن هو يحز فيشبط وراكل معاك. بقول لك ايه، هو انتوا ليه بتعملوا فيه كده؟ بصراحة الواد لوز. وانت مالك انت؟ انت جاي تشتغلي ولا جاي تشقطي الواد لوز؟ بس سوري، هو مضايق في حاجة؟ بصراحة الواحدة مننا ما بقاش تعرف تقعد لوحدها براحتها، ايه ده؟ صح صح. لو النبي. طيب امشي امشي يا بابا. امشي يا حبيبي. ماشي ماشي. انا اسف جدا بناء عنه يعني، بس بصراحة بصراحة يعني معاها ما ينفعش يسيب واحده حلوه كده قاعده لوحدها. ميرسي قوي. على فكره انا اصحابي كانوا جايين بس هم اتاخروا. لا لا خليهم براحتهم خالص، انا ممكن اقعد معاكي لحد ما يجوا يعني. طبعا اتفضل. طبعا ده يبقى ذوق منك يعني، عشان ما حدش يضايقك او اي حاجه. اتفضل. لو متضايقه بجد انا ممكن امشي. لا لا خالص. يا سيدي، ده الإشارة اللي هتستلم بيه الباسبور الجديد بتاعك. أول ما تستلم الباسبور تروح تعكس تذاكرك على طول. سو الفيز اللي كانت على الباسبور القديم دي؟ لا الفيز دي تنساها خالص، الباسبور ده باسمك الحقيقي، شهاب مراد الدين حلمي. الباسبور القديم كان باسم واحد تاني خالص، يعني دلوقتي مش موجود في الجوازات على باسبورك غير الفيزا القديمة اللي خرجت بيها من مصر. خسارة. ولا خسارة ولا حاجة، كويس قوي ان الموضوع خلص لغاية هنا. جد جد شكرا يا متر، يعني مش عارف اقول لك ايه. لا ما تقولش حاجة، وبعدين شكرا على ايه؟ ما هو كله بحسابه. طب وشركة التأمين وضعها ايه دلوقتي؟ لا 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 مالكيش دعوة بيها خالص، ولو ان انا برضو شايف انك تروح لهم وتحاول تتصالح معاهم يعني عشان محدش يعرفك. انا كده كده عندي ميعاد مع حد فيهم النهاردة، وإن شاء الله قبل ما أسافر هظبط كل حاجة معاهم إن شاء الله. كده تمام خلاص، النتيجة هتطلع النهاردة بالليل، تحب حضرتك نبعتها لك ولا هتيجي تستلمها؟ لا مفيش داعي، كلميني وأنا هاجي أستلمها بنفسي. تحت أمرك يا فندم، الساعة 7 بالليل هكلمك. اتفضلي.
اعزلك فين؟ ما انا قلت لك اروح لوحدي من بدري وانت اللي ما رضيتش. ما انا مش متعود اسيب واحده تنزل من عندي لوحدها. تشربوله يعني؟ اه طبعا حصل خير. نزلني انا بقى على جنب. انزل. قلود. نعم. انا والله العظيم اول مره يحصل معايا كده. مش عارف حصل معايا كده ازاي. ولا يهمك، انا قلت لك ان انا مش متضايقه، تتعود قريب. لا ما هو انت كده بتكدبي على نفسك وبتكدبي عليا. الموضوع مش بس يضايق، الموضوع يقهر. انا مش متضايقه، اقول لك على حاجه، انت تمام، نتقابل قريب. باي. Bye. Bye.